Congratulations for your registration in the Masterclass. في هذا Masterclass رح تحصل على أمرين مهمين جدا. الأمر الأول إنه رح نفتح الباب سوا على آفاق جديدة في الميديكال فيلد. الأمر الثاني إني رح أطلع أنا وياك من برا الكومفورت زون اللي عايش فيها لحتى نشوف إيش اللي موجود حوالينا وإيش هي أنواع البزنس اللي موجودة وما نضل عاملين ريستريكشن لأنفسنا في دائرة مغلقة محصورة بخيارات محددة. خلال هذا الماستر كلاس لحتى تحصل على النتيجة القصوى من هذا الماستر كلاس بدي أطلب منك بعض الأمور. أول شيء to engage لحتى نحن نتفاعل سوا وتسأل الأسئلة اللي عندك ونجاوب عليها خلال هذا الماستر كلاس. الأمر الثاني أنه write your notes, put your to-do list, بعض التاسك اللي أنت بدك تشتغلها أو التيكاويز اللي ممكن تأخذها من هذا الماستر كلاس لحتى تطبقها في البزنس اللي عم تشتغل فيه وتعطيك أفكار للتطبيق. الأمر الثالث to take action. في آخر هذا المقطع في آخر الماستر كلاس رح أحصل أنا وياك على partnership من خلال بروجرام. هذا البروجرام هدفه أنه يمسك بإيدك ونطبق سوا السيكريتس اللي طبقتها بالبزنس اللي اشتغلته. وهذه السيكريتس كيف رفعت البزنس من زيرو لليوم ودير بزنس بفضل الله سبحانه وتعالى بمالتيبل 6 فيجر تو 7 فيجر. وهذا هو هدفي بالنهاية لحتى نشارك سوا المعلومات اللي عندنا ونطبقها سوا ونتأكد انه تطبيقها يكون صحيح. الهدف مو بس معلومات. هذا الماستر كلاس is not for teaching. أنا مو جاي أدرسك ولا جاي أعلمك ولا قاعدين بجامعة ولا قاعدين بصف. الماستر كلاس هذا لحتى نشارك خبرة طبقناها على أرض الواقع وهذه الخبرة أدت إلى نتائج واقعية موجودة اليوم في هذا الواقع. رح نشوف هذه السيكريتس step by step. رح نمشي سوا خلال هذه الخطوات لحتى نوصل بالنهاية للنتيجة اللي نطمح إليها. Show up early. تعال على الكلاس اللي سجلت فيه قبل بوقت. جهز نفسك, افتح الكاميرا لحتى نتفاعل سوا ويصير في بيننا اي كونتاكت. من خلال هذا الماستر كلاس راح يكون في حاجز بيني وبينك بس هو سكرين لحتى تفتح هذه الكاميرا واسحبك من هذه السكرين الى ارض الواقع. ان شاء الله تكون جاهز. حياك.